هذا يسأل يقول إن الحكومة عندهم تمنعهم من إعفاء اللحى وأن نلبس اللباس الإسلامي، أما مسألة إعفاء اللحى هذا واجب ولا تطع أحدا لا الحكومة ولا غيرها، قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما مسألة اللباس فالرجل إذا ستر عورته فهذا يكفي، واللباس أمره على السعة والعادة، عادة الناس فيه، فما دام الواجب على الرجل أن يستر عورته، وما زاد عن ذلك فهو من الزينة، ما زاد عن ستر العورة فهو من الزينة، إذا تيسر فهو أحسن وإذا لم يتيسر فلا حرج.